الصوم هنا من خلال كلام المؤلف فهو لم يرد به مجرد صوم رمضان، بل يقصد بذلك كل ما يتعلق بالصيام في الشريعة الإسلامية، سواء كان صياما مفروضا أو صيام نفل، لأن الصيام عندنا يتنوع، إما أن يكون صوم فرض، وهذا ينقسم إلى قسمين. القسم الأول أن يكون مفروضا عليه ابتداء كصوم رمضان وصوم الكفارات، كما في كفارة الجماع في نهار رمضان صيام شهرين، أو كفارة الظهار صيام شهرين، أو كفارة القتل صيام شهرين. هذا من الصيام الواجب المفروض الذي فرضه الشارع ابتداء. وأما القسم الثاني فهو الصوم المفروض الذي ينشئه المرء على نفسه، وذلك مثل النذر، كما لو نذر شخص إذا شفى الله مريضة أن يصوم لله شهرا أو أسبوعا أو شهرين أو نحو ذلك، فهذا يجب عليه، هذا صوم واجب، لكن منشأ الوجوب هو ما أنشأه المرء من نفسه. وهذا ما يتعلق بالنذر، والنذر له باب مستقل في الفقه، وهو على الصحيح مكروه، يكره النذر، وليس هذا هو محل بسطه. أما الصوم الواجب فهو متعدد، منه على سبيل المثال صوم رمضان، هذا صوم واجب بدليل الآية يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات إلى آخر الآية. والنوع الثاني قضاء صيام رمضان، هذا أيضا من الصوم الواجب، لقوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، فهذا دليل على وجوب القضاء، فقضاء صيام رمضان يعد من الصوم، من الصيام الواجب. من الصيام الواجب صيام أو صوم المتمتع والقارن إذا لم يجد الهدي، لأننا نعلم فيما يتعلق بمناسك الحج أن القارن والمتمتع يجب على كل واحد منهما الهدي في الحج، لكنه إذا لم يجد الهدي فإنه ينتقل إلى الصيام، فيصوم بدلا من ذلك عشرة أيام، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة. هذا بالنسبة للثالث من الصوم الواجب. من الصوم الواجب فدية الأذى أو فدية المحذور، نحن نعلم أن المحرم سواء كان حاجا أو معتمرا يحظر عليه عدة أمور، لبس المخيط، تقليم الأظافر، قص الشعر، الطيب، الجماع ونحو ذلك إلى آخره، هذه يقال لها محظورات الإحرام. إذا ارتكب محظورا من محظورات الإحرام عامدا لا جاهلا أو ناسيا فإنه يجب عليه كفارة. الكفارة هذه واجبة لكنها على التخيير، إما أن يطعم ستة مساكين، أو أن يصوم ثلاثة أيام، أو أن يذبح شاة، فالصوم هنا إذا لم يجد الشاة مثلا ولم يستطع إطعام المساكين فإنه يجب عليه الصوم، فالصوم هنا واجب. من الصوم الواجب أيضا صوم من قتل صيدا وهو محرم إذا كان خارج الحرم، أو قتله داخل الحرم سواء كان محرما أو غير محرم، فإن هذا يجب عليه الصوم، كما قال تعالى ومن قتله منكم، إلى أن قال يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره. إذا قتل الصيد فعليه الجزاء، هذا الجزاء أن يكون مثل الصيد إن كان مما له مثل، أو يطعم مساكين، أو يقوم قيمة هذا الإطعام فيصوم عن كل مد يوما. وكان الصيام بالنسبة لجزاء الصيد هو العقوبة المضاعفة، يعني مقرونة بقول تعالى ليذوق وبال أمره، فبحسب المد الذي يجب عليه في الإطعام من خلال قيمة جزاء الصيد يكون الصيام. فقد يصل عند بعضهم جزاء الصيد في الجزاء الواحد أكثر من 100 يوم بحسب المد من الطعام. إذن أيضا جزاء الصيد هذا من الصوم الذي يجب على المسلم. من الصوم الواجب الصوم في كفارة الظهار، كما في قوله تعالى فمن لم يستطع فصيام شهرين متتابعين، وكذلك الصوم
في كفارة القتل لمن لم يجد الرقبة كما في الآية التي في سورة النساء. ومن الصوم الواجب أيضا الصوم في كفارة اليمين، واليمين إذا حلف المرء يمينا ثم حنث فيها فإنه يجب عليه الكفارة، والكفارة هذه هو مخير في واحدة من ثلاث: إما أن يطعم 10 مساكين أو يكسوهم أو يعتق رقبة، هذه مخير في واحدة منها، إما أن يطعم أو يعتق أو يكسو المساكين، أنت مخير. إذا حلفت يمين ألا تفعل كذا ثم فعلت هذا الشيء فعليك الكفارة. ما هي الكفارة الواجبة؟ نقول يجب عليك الكفارة في واحد لا بعينه، إما أن تعتق أو تكسو المساكين أو تطعمهم، وهؤلاء هم 10، فيطعم 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. فإن لم تستطع على إيجاد هذه واحدة من هذه الثلاث، بمعنى لم تستطع الإطعام ولا الإعتاق ولا أن تكسو المساكين، فإنك تنتقل حينئذ إلى الصوم، يعني يجب عليك الصوم. قال تعالى: فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم. فالصوم الواجب منه ما يكون في كفارة اليمين. وبعض الناس يخلط، كثير من الناس تعارفوا فيما بينهم أن كفارة اليمين هي أن يصوم 3 أيام، وهذا خطأ، خطأ ظاهر، بل الصوم هو درجة ثانية، أو يجب عليك أولا أن تطعم 10 مساكين أو تكسوهم أو تعتق رقبة. إذا لم تستطع فحينئذ تلجأ إلى الصيام. وأما كثير من الناس حينما يخالفون اليمين التي عقدوها يتوجهون مباشرة إلى الصوم، وهذا خطأ واضح. من الصوم الواجب صوم النذر، والنذر هو ما يوجبه المرء على نفسه، كان يقول الشخص مثلا: إن شفى الله مريضي فلله علي أن أصوم كذا يوم. هذا صوم فرض بالنذر، لأن النذر الوفاء بالنذر واجب. النذر في أصله مكروه، يكره للمرء أن ينذر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه إنما يستخرج به من البخيل، لأنك لو كنت حريصا على البذل والطاعة لقدمت هذه الطاعة دون أن تنذر، ذبحت هذه الشاة أو صمت 3 أيام شكرا لله جل وعلا بدون نذر. لكن في الغالب النذر فيه إشارة إلى البخل في طبع الإنسان، يعني أنت ما قدمت هذه إلا لأجل أن تعطى مقابل، قلت إن شفى الله مريضي فلله علي أن أصوم شهرا كاملا أو أصوم يومين أو أن أصوم 3 أيام. هنا وصفت بالبخل، لماذا؟ لأنك ما أعطيت هذا الصوم كقربة إلا بمقابل، هو أن يشفي الله مريضك، أو إن قلت إن قدم هذا الشخص الغائب وهو قريب لك إن قدم فلله علي أن أصوم كذا، أو إن نجحت في الامتحان فلله علي أن أصوم كذا، أو إن رزقني الله شيئا معينا فلله علي أن أصوم كذا. هذا كله صوم فرضته أنت على نفسك بالنذر، هو مكروه لكن الوفاء به واجب، وحينئذ يجب عليك الصوم في هذه الحالة، فيجب عليك الوفاء بالنذر، كما قال تعالى ممتدحا عباده المؤمنين: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. وقد جاء في الحديث الصحيح أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه. فهنا قوله فليطعه هذا دال على الأمر، والأمر يقتضي الوجوب. إذن هذه تقريبا 9 أو 10 أنواع من الصوم الواجب.